وما سكوه ما سكوتش، وادوا له 3 سنين عملوا له الطاجي، وادوا له واد البترول مدينه 3 سنين، وما في كل ساعه فنادق الكبير ميت، مش هو اللي هو اللي بيجري على ابوه، ما عنده جلطه وقاعد في البيت هو اللي بيصرف عليه وبيجري عليه، وما سكوه مرسى مطروح وادوا له 3 سنين الدش، الظالم الظالمه مدينه 3 سنين، هما طالب في كل ساعة فنادق وجبت لها 4 شهادات عشان يطلعوني امتحان، مش طلعوه وطلعوا الزواب وطلعوا في ناس كثيرة، ومش طلعوا ابني الوقت في وادي البترول، وحكم عليك 3 سنين، ومش فاهم هو اللي بيصرف علينا، هو اللي داخل وابوه قاعد في البيت عنده جلطة في البيت، وحسبي الله ونعم الوكيل، واخوه الصغير يعني جايب اخوه جاي معايا مش معايا الا ده هو عبدالله، عبدالله ليه صحة وفنان مديله 3 سنين، مديله 3 سنين صفا، هو في كلية سياحة وفنادق، ومش خليت على نفسي بقالي 3 شهور ولا أجري وأسجل في دي وأجري لدي مش في فايدة، يلا وبروح له زيارة، الزيارة بتاعته بتكلف 1000 جنيه وهجيب لي 1000 جنيه من فين؟ 1000 جنيه ووادي النطرون ووديني بقالي من وقت شهر والحكم عليه في الاسماعيليه في الجنايه، الظلمه دي عتبه الظلم الجنايه، حكموا عليه 3 سنين وهو طالب وكلية سياحه وفنادق وخلوه ملطجي، اسمع لا وفي سجن وادي النطرون، هو الوقت في سجن وادي النطرون ثواني يا ماما ثواني يا جماعه، اللي بيحصل ده كان من المجلس العسكري لما صدر احكام عسكريه على شعب مصر، هو احنا من حقنا نتحكم عسكري؟ ما تردوا بقى من حقنا نتحكم عسكري؟ هو الحكم العسكري دوت اللي هم سمعوه الكلاب، الكلاب اللي خلوا واحده زي دي تعيط او غيرها والاف 10,000 سائل موجودين في السجن الحربي على شماله يا مصر، على شماله يا مصر، ينفع ينفع؟ لا المجلس العسكري ده هو اقسم لكم بالله مجلس فاشل باطل، ثواني ثواني يا ماما، عارفين فاشل ليه؟ الاول نقول باطل ليه؟ الاول نقول باطل ليه؟ هو مين اللي ادى المجلس العسكري السلطة؟ السفاح، حد فيكم مقتنع بحسن الله؟ عايزينه؟ عايزينه يرجع تاني؟ يبقى اذا اللي اداله السلطة واحد باطل فاشل سفاح، مش كده ولا ايه؟ يبقى المريض على باطل فهو هو ايه؟ النقطة الثانية، مين المجلس العسكري ده؟ أولا هقول لكم فضايح، اسمعوا بقى. المشير اللي هو رئيس المجلس ابوه كان شغال سواق، اسمعوا بابا هنقول حقيقة زي ما تيجي تيجي، كان شغال سواق عند المشير عبد الحكيم عامر، المشير عبد الحكيم عامر قال له ايه؟ اوكي نخش خش الحربية، وصل للحربية لدرجة معينة، في وزير حربية قعد أكثر من 24 سنة وزير، طب هو لايق عليه ليه؟ واحد بقاله 25 سنة كل ما يشوف حسن مبارك أعصابه تيجي، تمام يا فندم يا حشام من حمام بعد اذنك يا فندم، قال لا هو يقدر يتخلى من جلده اليومين دول يقدر، حتى في اخر ايام قال له ايه ده انت زي بابا، قال لا يعني هو بيقول ان ده ابوه، الله يخرب بيته على بيت ابوه، مش كده ولا ايه؟ معلش وبقول على فكره انا لساني طول ما انا اسف جدا انا بعتذر، بس دي اقل حق من الحقوق، اقل حق من الحقوق، وانا زي ما شتم ابويا وامي وشتم اخواتي وشتم المصريين الله يلعن ابوهم لابد يخلفوهم علشان المصري حر، معلش انا معلش خلاص، حد عنده سقف خوف؟ حد جبان؟ حد جبان؟ طب لا انا مش جبان، انا مش جبان، الثوره على سقف الميدان، انا مش جبان، انا مش جبان، الثورة على السقف الميدان، بالنسبة للفنجري، عارفين الفنجري ده هو عليه قضايا من أخت مراته عز عابد إن هو سرقها وسرق فلوسها، وقال إيه؟ جاي يقول للشعب المصري كده، كده إيه الله يقطع إيدك وإيد أبوك؟
شعب مصر ما يتعملوش كده، شعب مصر ما يتحذرش، شعب مصر ما حدش يحذره، شعب مصر تنحني له كده يا كلب، اه تنحني له كده، هو ده شعب مصر. حد فيكم كمان؟ حد كمان؟ انا مش خايف، انتوا خايفين؟ انتوا خايفين؟ عصام شرف لما جه هنا واحنا ليلتها كنت على اتصال بيه مباشر، عارفين كان بيقول ايه؟ الجيش انسحب والشرطه انسحبت، بقول له مفيش شرطه مفيش جيش، عارف قال لي ايه؟ انا جاي في حمايه الشعب. الله، يعني دلوقتي احنا القياده، والنهارده بعد ما اخدت الكرسي ركبت زي ركبت حمار وعمال تتنطط وصرت شعب مصر. ينفع الكلام؟ والله العظيم يا عصام يا شرف، لو على فكره في ثلاث وزراء حلف اليمين، انا قلت لهم لو ما حدش فيكم جه التحرير اقسمت بالله لو انتوا مين، لو انتوا مين ما تلزمونا ببصره، مش هتلزمونا ببصره، والجمعه الجايه انا جايب لكم حوالي 12 15 وزير وهنصفيهم علشان انتم الشعب اللي تقولوا عليه اه ننفذ، اللي لا يبقى لا، اتفقنا؟ انا عايز كلمه واحده مع الست الغلبانه دي، اللي اعصابها ما بتتلعش دي مصريه هتصرخ لكم صرخه.